ساعات فقط من وصوله مدينة أتيا حضرة إقليم البطحاء، خرج فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو مفاجئا الجميع وهو يقود سيارته إلى وجهة غير معلومة. لكن بعد قليل تعرفنا على الوجهة، وهي قرية أم الآيات الواقعة على بعد 10 كيلومترات من حاضرة الإقليم. الأسباب واضحة والغرض أصبح معلوما. عندما توقف فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو في أول ذرع للدخن الذي يوحي بأن فصل الخريف هذا العام مبشر، فمنها ما نضج وما أينع كثير، كما يسميه التشاديون بالفاسق والرابط والفريك. ورغم أن الحملة الزراعية هذه السنة بدأت جيدة، إلا أن آفات الخريف تواجه الحصاد. هذه الفئة من التشاديين تزاول عملها وتبذل جهودا للعمل من أجل سد رماغهم، ولم يتوقعوا أبدا يوما زيارة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو في هذا المكان. وعندما وقف أمامهم تفاجؤوا بهذه الزيارة. وأثناء زيارته وعندما توقف في زرع للذرة البربري وباعتباره راعي للأمة والمثل الأعلى للوطنية، رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو قام بمساعدة المزارعين، مما يؤكد بأن فخامته دائما قريب من المواطنين بشتى طبقاتهم. وبعد جولة استمر ساعتين للمزارع بأنواعها المختلفة، التقى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو مع عدد من الأطفال في سن المرحلة التعليمية. لكن للأسف بأن هؤلاء لم يتعرفوا للمدرسة ولم يذهبوا إليها البتة. فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو أمر أولياء الأمور بإرسال الأطفال إلى المدارس، لأن التعليم أساس الحياة، وبتعليمهم سيساهمون بلا شك في مساعدة المجتمع ورفع معاناته.